كي جاكم الكرسي الجديد الدراري عنينا انت عنينا كي جاكم الكرسي قراش نهز لكم تشوفوه راه وريتكم انستغرام حتى هو عرفتي ظهري مابقاش يحرقني دابا ترونكيل الله يلا بخير بخير عنده واحد اللعبه ديال الدورصال هكا تدفع المهم يو عرفتي راني ناشط كثر واحد المزيكا ما يقبس حبستها على وديت الكوبي رايت اليوم كما شوف العنوان غادي نهضروا على واحد ليكستشانج جديد اولا بروكر جديد ديال الكريبتو كورنسي غنوريكم كيفاش تقيدوا فيه كيفاش تحطوا فيه كيفاش ديروا فيه داكشي كامل علاش هادشي كامل علاش بالضبط هاد ليكستشانج هذا باسكو اللي متبعني انستغرام راه فاهم اللي ما متبعنيش واضح راه صاحبي تبعني دابا باش تفهم البلان اوكي دونك هاد اليومين هادي الاخرى دخلنا لواحد العمله جديده ديال هذاك لهذاك الاكستشانج ومنين دخلنا حنايا جو سي با مي حاس بحال اللي رواقينا حنايا دخلنا درنا البامب اوكي راه كانت اكثر من 15000 واحد شاف لا ستوري اي فريمون داكشي تفرقع المهم عجبتكم الانترفاس عجبكم داكشي كامل ديالو قلت علاش لا غادي نوريكم ان بروكر بارمي لي بروكر ديالي فهادشي ديال الكريبتو موني وفي بلان زوينين فيه مزيان هو سيف مع مربوط هكا المهم بزاف د الحوايج غادي ندوي عليهم وغادي نوريكم اوسي لي كريبتو موني اللي عاد انفيسيت فيهم يلا اليوم في داك البروكر نيت وبارطاجيتها معكم في لاشين ديال لي كريبتو اللي غتلقاوها تحت صندوق الوصف بارطاجيتها معكم في كونت انستغرام في كلشي دخلوا الدراري ما تبقاوش تغبروا دخلوا لكلشي فين ما كنت تكونوا اوكي نديروا لانسكريبسيون داكشي كيف ديما ستيب باي ستيب لانسيرفاس فريمون واعره بزاف وساهله بزاف ممكن تريدي فيه ممكن تهولدي فيه ممكن دير فيه اللي بغيتي اوكي السبور كاين بالفرنسيه وكاين حتى بالعربيه قريبا دابا ما علينا غي نبداو وريكم شنو غادي نديرو اوكي قبل كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم في اخر فيديوهات وحق الله العظيم داكشي تيحمسني لواحد الدرجه اللي ميمكنلكمش تصوروا شتي دابا انا نايض ندير فيديو فرحان غندير الفيديو غنمونطيها غنصيفطها لكم باسكو راه ما فيها لا فلوس لا حتى شي حاجه غير لو في اللي كنشوف لي فيو طالعين لي لايك طالعين لي كومونتير زوينين داكشي كينشطني وغنعطيكم اكثر ان شاء الله دونك هاد الفيديو هادي نهضروا على هذا الموضوع والفيديو الماجي ان شاء الله على وديت البلان ديال كنت قلت لكم انستغرام اوسي باش ما تبقاوش تلقاو المشكل ديال لا ليميت ديال الدوتاسيون كوميرسيال ولا ما عرفتش كيسميوها الانترناسيونال ديك لاكار ممكن تخدموا نو ليميت وبلا ما تخسروا الدوفيز ديالكم غير بالدرهم دابا خلينا هادشي الفيديو الجاي دابا خلينا نهضروا على الفيديو هادي اوكي هادي كنطير الهضره كنطير عرفتي الدراري والبنات ما يمكنلكمش تصوروا شحال تنعكز نصور في ليكرون داكشي مرضني في المونتاج وبانني مع ذلك ما كاينش اشكال هادشي كامل بارطاجيو الافاده وكلشي استفدت اوكي دونك غادي تدخلوا لو لين غادي يدخل لكم في صندوق الوصف البروكر سميتو باي بيت سي لو ثوازيام اكبر ثالث اكستشانج في العالم كتكون في الفيديو اللي فايتين كتلقى ضروري في هذا الدومين هذا تيخصو يكون عندك بزاف ديال الواليت مع بزاف ديال لي بروكر علاش حيت كل بروكر شنو تيقدم كاين شي مرات تيكونوا لي ليستينغ لي لانش بول لي لانش باد ايتترا هادوك تيخصك تستافد منهم فين ما كنتي اوكي دونك انا كنحاول نعطيكم كل مره فاش كنتقيد ومازال غيجيو ان شاء الله بزاف وحد اخرين اوكي راه تنقولهم في انستغرام مي يوتيوب راكم عارفين لا فيديو كتاخذ الوقت المهم ما تعطلوش عفاكم ندوزو لانسكريبسيون كيفاش دايره دونك الانترفاس هي هادي فريمون زوينه بزاف غادي تجد الايميل ديالك هنايا باينه المود باس وتكونفيرمي المود باس ديالك دير هاد جاكسبت هادي ومراه دير بورسويف انا غنعمر هادشي قدامكم ونكمل معاكم اوكي مراه غدير هنايا بورسويف صافي يقول لك اتفو ريزيدون تخربيق هنا حنايا ما كاين لا المغرب لا شي حاجه هنايا تقول لهم نو هاد البلدان هادو ممنوعين واقيلا ما تيخليوش الناس ديالهم يدخلوا لهاد البروكر هذا اوكي غدير نو وغادي تدخل غادي يصيفط لك واحد الكود في الايميل ديالك غادي تجي تكتبوه هنايا اوكي ساهله مهله غادي تمشي للميل ديالك وغادي تجي تجيبو اوكي انا غتسمحوا لي راني كنغطي داكشي عفاكم راكم عارفين غير على ود لا سيكوريتي ديال المسائل غايقول لك فيليسيتاسيون ملي غتدخل الكود ديك الساعه تقول له نوفو دون التريدينغ ماشي مشكل اوكي غايقول لك راه ساهل تعمر لو كونط ديالك كتقول ترانسفيري دي كريبتو اولا اشتي المهم حنا غنديرو هادشي بور بلو تار تنوريكم من بعد نديرو غوفنيغ على كي اوكي صافي سهله مهله بالنسبه للمغاربه المهم ماشي غير المغاربه مي اون جينيرال ما تيعكسوش بزاف في فيريفيكاسيون ديال الوراق وفريمون داكشي ساهل دغيا تفيريفي ليا في النهار والوراق زعما كتسكاني غير بالتليفون ترونكيل ما غاديش تلقى الاشكال كاع اوكي دونك كيديك هنا الانترفاس ديريكتومون ديال التريدينغ حنا غادي نمشيو لاول حاجه هي غادي نمشي لاكتيف غادير كونت سبوت وغادي يخرج لك لو كونت ديالك فيه كاع المعلومات
ديالك اوكي تيكون هنا عندك الكابيتال هنا شنو عندك هنايا المسائل ديالك اللي غتكون شاري تندخل لكم البيرسونال ديالي وغنوريكم شنو فيه دابا هنايا كنحاول ندير معكم التقياد من بدو جديد باش نتبع معكم كل شيء اوكي اشنو اخر دابا اول حاجه خصنا نديرو باش نكونوا مهنيين واخا ممكن نبداو نتريديو ونديبوزيو بلا ما نفيريفيو الكونت مي من الاحسن نفيريفيو الكونت ديالنا باش عاد سميتو عاد نبداو التريدينغ اوكي دونك شنو غادي نمشيو نديرو غنديرو يا ربي مشيت ديبو غادي نمشيو لهاد البلاصه هادي فيها هاد الشخص الصغير هذا اوكي غنديرو كونت اي سيكوريتي صافي غتجي عندك هنايا فيريفيكاسيون ديدونتيتي نون فيريفي دونك هنايا كومبليتي لا فيريفيكاسيون ديدونتيتي افان دوغمونتي لا ليميت دو روتري كوتيديان دونك تقول لك فيريفي الكونت ديالك باش الا بغيتي تبقى دير سميتو داك السحب اولا ديبوزي بزاف ممكن ديرها اخويا نمشيو نفيريفيو على شنو خاسرين علاش ديما كنديرو الحاجه ناقصه فوالا انت عندك تيقول لك فيريفيكاسيون بازيك وعندك فيريفيكاسيون دو دوميسيل هذه ليفل 1 وهذه ليفل 2 اوكي هنايا تيقول لك فيريفي الناسيوناليتي ديالك سميه وكنيه وصافي كومبليتي لا ريكونيسونس فاسيال داك اللعيبه بحال كيديروا باش المهم عرفتي شنو بالعربيه هنايا حتى الان غير هاد ليفل 1 كيعطيك ليميت ديال 50 بيتكوين ديال السحب ملي كيكون عندك ليفل 2 تيكون عندك 100 بيكون ديال السحب هاكو كانت عندنا 100 بيكون كاع ما جن ندير هادشي المهم تاع 50 دونك غدير فيريفي ماتنو خاصك دير هادي قبل من هادي كتبرك على فيريفي ساهله مهله اوكي فيريفيكاسيون بازيك هنا غادي تدخل البلد ديالك مثلا انت من المغرب غدير ماروك اوكي غدير مثلا باغي دير بلاكارت ناسيونال غدير كارت ديدونتيتي وغادي تصور راسك حاول تيليشارجي داكشي مزيان تصور داكشي مزيان حطو هنايا تيليشارجي هنايا الريكتو هنايا الفيرسو وغادير سويفون اوكي غادي نحاول نحط شي حاجه غير باش نمشيو حتى حنا يعني بنظام معاهم ونشوفوا شنو غادي يعطيونا اوكي هنايا غندير لعيبه هنا غندير لعيبه اخرى اوكي صافي دابا غنديرو كونتيني هنا غادي سوا كنتي بالبيسي اولا بالتليفون الا كنتي في البيسي عندك الكاميرا غادي تاكتيفي الكاميرا ديالك ياك و شي واحد كيصيفط لي في واتساب يعني او غادي دير بحال ديك اللعيبه ديال الايفون تيبقى يشوف سميتو غنشوف عندي هنايا غندير ديماري حداكم كلشي غندير كلشي حداكم اوكي حنا كنزينو هاد الشارجا فوالا غنشوف شنو تيقول ليا تيقول لي بقى ندور ياك انا بقى ندور ها قولي لي الدراري مني سالي صافي سالا اوكي دونك سي بارفي سالا قال لك اوكي سويفون اها سيلفي فيريفي طوب دونك صافي غادي تاخذ الوقت باش يفيريفيو المسائل اون فوا يكونوا المسائل مزيانه راه غادي يقدر امور صراحه انا صيفطت الوراق مشيت لهي مي لي دوني دوموندور اون بروف ديدونتيتي اوكي دونك غندير روتور صافي هنا المهم فهمتوا البلان اوكي حنا ماشي بالضروره نفيريفيو كونت غير ما ديما ندير بها كنقول لكم باش تعرفوا لا بروسيدور مورا ملي كتفيريفي هذا وتيكون اوكي كيعطيك ممكن تفيريفي ليفل 2 وتهي كدير لا ميم شوز كتشد الدوكيومون وكتحطو في ديك البلاصه صافي ملي كتفيريفي راه كيصيفط لك ميل تيقول لك راه سي فيريفي ناضي داكشي دابا غنمشيو اصاحبي غادي نمشيو للفوالا مورا انت خصك دير الديبو هذه اهم حاجه الديبو غادي نمشيو عاوتاني الكونت سبوت ديالنا في اكتيف غادي ما تبقى يحل باج جديده اوكي غادي نجي هنايا غندير ديبو اوكي المهم حنا الصراحه ديما كنديبوزي بي اس دي تي اوكي غنديرو اس دي تي كتختار التيب ديال البلوك تشين ديالك ارخص وحده هي تي ار سي ديال ترون صافي لي ديبو سيكسيون ديريكتومون فيا لو كونت سبوت اوكي هنا تيقول بان الفلوس غنمشي لك ديريكتومون في الكونت سبوت اوكي سي بارفي هنا كيعطيك لادريس ديال الواليت ديالك مثلا الا كتعندك شي واليت اخرى عندك فيها اس دي تي ممكن تصيفط لها نيشان في هادي كتصيفط له هادي وهو تيصيفط لك من بعد نيشان في هادشي اللي كنت غاسر من عند واحد اخر ولا تاخذ غير من عند راسك اوكي اولا ممكن ديبوزي بسميتو بلا كارت بونكير ديالك حنا غنمشيو نشوفو هاد القضيه هادي اش تي دي كريبتو ها هي هنايا فوق في الجنب كتبان لكم اش تي دي كريبتو دونك تعاود يحل لك باج جديده هي هادي دونك هنا تيقول لك فوالا هنا تيقول لك شحال باغي مثلا كدير هنا 100 اورو وغتقول باغي يو اس دي تي ايثيروم ولا هذا ديما يو اس دي تي من الاحسن لان ماشي فولاتيل راكم عارفوا داكشي اللي غتشري هو اللي غادي تلقاه ابخي كتختار هاد لي مويان دو بايمون تبع الكاميرا باش نشوف معكم هادشي اوكي هنا تيقول لك
بشحال غيطيح عليك كل واحد؟ انا 0.90 اورو اليو اس دي تي، انا 0.87، انا 0.91، كل واحد بلوطو ديالو. انا غادي تشوف 100 اورو غتعطيك تقريبا 105 يو اس دي تي، يعني فهاد سيمبلكس هذا، فهاد بانكسا 109، فهاد مون باي 114، فهاد ميركوري 111. دونك هادي هي احسن وحده، دونك اختاروا هادي وكملوا في هادي. دونك بور لو بايمون صراحه هادشي راه ديما نوريكم فيه، راه باين غادي تدخل غادي تقيد غادي دير لاكارت ديالك وغادي تكون ناضي، يعني ما كاينش الاشكال. فوالا، دونك غادي تختار وحده فهاد الجوج هادو وتشوني كتعطيك لو ميور طو. هادشي اللي كاين سينو من الاحسن، وهادشي اللي غادي نذكروا في الفيديو الماجي ان شاء الله، هو ديك القضيه ديال ما خصكش كاع تخدم لاكارت ديالك ديجا. راه غادي جو بونس غادي يديروا، باسكو دابا ما درتلكم فيديو اليوم، حاولت نهضر معاهم في السيبور باش نفهم بزاف د الحوايج، باش انا كنت متاكد داكشي اللي كنهضر لكم عليه. قالوا لي غادي تدخلوا الديفيز ديال الماضي، يعني ممكن تخلص بلاكارت بونكير واخا تكون عاديه غير بالدرهم، ماشي بالضروره يكون عندك ديك لاكارت انترناسيونال. مي حنا باش نطنطوا على ما يديروا هذا الشيء وهذا، حنا كاينه طريقه اخرى ان شاء الله غندير لكم عليها فيديو بوحدها، اللي غتبقى تخلص مثلا واخا تبغي تخلص غير بالكاش، ممكن تمشي تخلص غير بالكاش ياك وصافي. ما تستعمل لا كارت، ما كايناش لا تراسابيليتي، ما كاين حتى شي حاجه، يعني حتى واحد ما يمكن يعرف بان راه عندك الكريبتو موني، امبوسيبل. حاولوا تفرقعوا لي افاك لي لايك، حاولوا تبارطاجيو لا فيديو وماكسيموم باش كلشي يشوفها ويكون في الموعد في الفيديو ماجي ان شاء الله. نعتمد عليكم. اوكي، شنو اخر؟ المهم بالنسبه للديبوزيت راكم فهمتوا البلان. دابا غادي نحاول نمشي للكونت ديالي اللي فيه ديجا الفلوس ونوريكم المسائل كيفاش خدامه تما. اوكي جايز، راه تكونكتيت في الكونت ديالي. حاجه واحده اخرى تفكرت قبل ما نكمل، راه كاينه لابليكاسيون ديالهم، منين تقيد وتعمر داكشي ديالك دخل الاب ستور ولا البلاي ستور وداكشي وغنستري لابليكاسيون، فريمون زوينه بزاف صراحه، واعره لا السيت لا لابليكاسيون، مريحين صراحه مريحين. انا باينانس كدوخني ما نكذبش عليكم، باينانس فريمون كدوخني، واخا دابا كنخدم فيها مي هنا ارتحيت صراحه اكثر. وكاين حاجه اخرى سكو هنايا كيديروا لي ليستينغ جداد مع كيدخلوا بزاف لي برودوي كل نهار، كل دي كوين كل نهار، دونك ممكن يكون فيهم البامب اكثر ونستافدوا منهم اكثر. دايوغ هذا الشيء اللي كنحط في لاباج ديال تيليجرام. المهم اوكي، دونك هنا غيبان لكم لو كابيتال، انا عندي تقريبا 1504 يو اس دي، هنا كيبين لكم لا فالور ديالو بالبيتكوين. فوالا، هنا تيقول لك فين عندك، المهم هادشي راه باين ما عرفتش شحال نفسر لكم. هنايا كيعطيك لي كريبتو اللي راك شاد دابا، اللي راك مهولدي ولا اللي راك حال. نعاود نفكركم دائما غادي تدخل لهاد برويس هذا اللي كاين هنايا، وكدير المهم بلا ما نبرك عليه باش ما يبانش المعلومات الخاصه، وكدير بورتفوي ديالك سبوت. اوكي، دونك هنايا عندي 424 يو اس دي تي، عندي 128 ديال البيت، هذه العمله ديال هذا الاكسشنج هذا ديال الباي بيت، هذا البات وهذه المانا، هادو بجوج عملات الكترونيه ديال داكشي ديال لا تكنولوجي ديال الميتافيرس اللي دارتها فيسبوك ايتترا. او ميم طو حنا غنهضروا على هادشي، هادو هما لي كريبتو اللي عاد سريت البارح بالضبط. المهم حنايا دابا حنا الثلاث وقيلا الاربع سريت البارح الباي بيت، والصباح عاد سرينا بات وسرينا مانا. اوكي، هادو كاملين بوغ لون تيرم. علاش سرينا بيت؟ باسكو كيف ما قلت لكم اكسشنج كبيره، وكاع العمال ديال اكسشنج بحال البي ان بي، بحال كاس سي اس ديال كوكوين، بزاف كي المهم طونكو البروكر تيكبر، طونكو تا لا فالور ديالهم غادي تكبر. دونك حاولنا ندخلو تا في هادي، ما حدا دايره جوج دولار صغيره، ممكن حتى هي غدا بعدا توصل 40 50 100 دولار. دونك من دابا خصنا انفيستيو. دابا حد الان راه كانت زادت من البارح، زادت تقريبا 10 سنت، كنظن باننا حنايا اللي حركنا داك المارشي. وما عرفت من تشوفوا الفيديو ودخلوا نتوما تشريوها تقدر تزيد تطلع. الا كانت عندنا هذه القدره هذه ولينا فريمون جروب كبير، نوليو حنا كنديروا البامبا دامب، راه شي حاجه هاربه الدراري. المهم دخلوا لافاس تيليجرام تما فين غيكون البلان. دونك سريت مانا بات بيت، الاناليز ديالهم تدير لكم فيديو بوحدها واقيلا باش ما نطولش الفيديو بزاف. اونتولي كراهم كاملين في بوزيشن زعما اللي هابطه ماشي طالعين بزاف. هنايا كنت خليت شويه ديال الجيتي عندي باش نحاول ندير به شي اشار ونوريكم كيفاش كندير نشري ونبيع هنايا. اوكي، دونك غادي نحاول نمشي للمارشي هنايا، غنبرك على المارشي باش نشوف شنو كاين. اوكي، غندير مارشي، غادي ديني للسوق، غادي تلقى الهدف من هذا الفيديو هو تشوفوا كيفاش تخدم في الانترفاس. غادي تلقى هنايا فافوري كونترا سبوت. بالنسبه للناس اللي باغي كيديروا التداول في العملات الرقميه، يعني كيخدموا بالليفريج، اللي غينفعكم هو الكونتراكت هنايا. اوكي، اللي كيدير كيشطو هولدي بحالي كيدير سبوت هنايا، سبوت. اوكي، وفافوري هي دوك اللي انت كتجي عليهم هنايا كدير نجيمه وكيطلعوا لك في الفافوري. اوكي، دونك هنايا
كتختار البير اللي كتبغي تخدم بها اما بالبي تي سي اما بالاي اس دي تي. انا كنخدم بالاي اس دي تي دونك كنجي هنايا اوكي. هنايا عندي لي فافوري هما اللي دايرين واحد النجمه الصفراء. عندي البيت البي تي سي الاكس ار بي اللي كنبقى متبعهم هنايا اوكي. فوالا دابا مثلا حنايا شنو غادي نقول. المهم كاينه واحد لا كريبتو اللي اليوم سمعت عليها واحد الخبر زوين هي لينس. هاد لينس هادي المشروع ديالها شنو هو؟ هو اي واحد بغى يشري النوم دومين اللي فيه .eth اللي عنده علاقه بالاثيريوم يعني في السيت ويب كتبان له بلاص .com غتبان له .eth. هادي هي لابليكاسيون اللي تخدم بها اوكي. دونك دير العمله ديالهم دونك غندير لها نزيدها في الفافوري وغادي نشوفو. غتبرك عليها غير تدخل ديريكتومون للغراف اوكي. بون في الجرافيك لاحظوا بانها ترند لاين عندها صعودي راها الفوق بزاف $80 اوكي. انا نورمالمون ما غنشريش هنايا وما ننصحكمش تشريو هنايا واخا كاين اللي غادي يبغي يشري في اللونتير راه مزيانه ما كاينش اشكال ولكن من الاحسن ناخذ شي بوزيشن اللي تكون طايحه. دونك باين عندنا واحد الخط هنايا بحال السيبور في هذه الجهه هذه اوكي. وهنايا كاين ريزيستونس اون غو بحال اللي راه تقول لي واقف لا ريزيستونس ديالو خصنا نسينوه يهبط من غير لا كاسا وزاد طلع باسكو البروجي ديالو فريمون واعر بزاف وممكن يطلع بزاف. اون طوليكا انا ما غنبغيش نشري هنايا وما بغيكمش نتوما تسريو لي حاولوا تسريو حتى يهبط لهنايا بجهه 64 عاد ديروا لاشا. دونك غادي نرجع اخويا ولا اختي ونشوفوا شي حاجه اللي ممكن نزيدو نشريوها. نحاولوا نشوف الماتيك ماتيك انتريسون ندخل الماتيك اللي ترى ما عنديش في هذا الكونت اوكي. ماتيك ماتيك مزيان 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 اوكي. نقدر نشري هنايا ماشي مشكل اوكي. واخا راه عليا ماشي مشكل. دونك هنايا غادي تجي لهاد الجهه هادي الجهه ديال سيدي عندك ليميت مارشي كونديسيونيل. انت ما تحمقش راسك ليميت كيف ما قلت لكم في انستغرام ليميت هي ملي كتبغي تشري شي في نقطه محدده اوكي. ندير لكم اكزامبل مثلا عندك كيبان لك هنا لو سولد اللي عندك يعني الفلوس اللي عندك البالونس هنا البري دو لورد كتقول له مثلا هي عندك تبع هنايا في واحد 88 واصله البرايس ديال الماتيك. انت غتقول له اخويا انا بغيت نشريها في هذه الجهه نشريها في واحد 87 غتجي دير له هنايا واحد 87 اوكي صافي وغادي الكونتيتي اللي بغيتي كتزرف بحال هكا ممكن تزرف بحال هكا اوكي. وغادير مورا ديك الساعه اشتيماتيك وغادي تحط في لي زوردر وغادي تبقى تساينها حتى تقاس داك لو بوين عاد ممكن عاد غادي تحل عندك. حنا دابا ما بغيناش نديرو هاد القضيه بغينا نشريو ديريكتومون في السوق. كتجي كدير مارشي اوكي كدير لا فالور ديال الفلوس اللي باغي تحط. حنا عندنا 424 مازال غادي نشريو غير غنديرو مثلا غير واحد 50 يو اس دي تي منها اوكي. غندير 50 يو اس دي تي غندير اشتيماتيك اون فوا غادي نشريها كيعطيني هاد اللعيبه هادي باش نكونفيرمي تيقول لي 50 يو اس دي تي غتعطيك 26 ماتيك كندير اشتيماتيك تيقول لك هنايا لوردر راه تحل بالخضر طب. دونك دابا غتقول لي امير فين غنمشي نشوف لوردر ديالي سهله غادي ندخل سميتو لهذاك الروي هذاك خونا اللي قلت لكم هنايا هذا وغندير كونت سبوت صافي. دونك نتوما بركوا عليها انا غنمشي لوني شر ديجا عندي حالو هنايا اوكي. دونك ها هو هنايا ماتيك تزادت لي راه ما كانش ها هي لا فالور 50 يو اس دي تي وهو 26 صافي. دونك ها هو كيتحل عندكم هنايا. ديك الساعات بغيت اخويا نبيع غادي نمشي الماتيك ديالي الجرافيك ديالي ها هو غندير هنايا فوندغ اوكي. غنجي لهنايا غندير الكونتي دي كامل الماتيك اللي عندي غادي نبيعها غندير فوندغ هنايا اوكي وغندير فوندغ ماتيك فوالا هو تيقول لك راه مشى. غادي نرجع للكونت سبوت ديالي ما بقاش هاي لا فالور ديالو ايكيفالون 0 يو اس دي بقات فيها غير شي شويه باسكو ما بعناش تقريبا كلشي فوالا ها هي 0 يو اس دي. دونك ساهله انتم تعلمتوا تسريو وتبيعوا تونغيستراو وتبداو ان شاء الله الله يسهل عليكم تدخلوا العقار هادشي اللي بغينا لكلشي. كنظن ما نطولش عليكم في هذا الفيديو. دونك انتم حاولوا عفاكم تدخلوا باش تيليغرام باش تبقاو وانستغرام باش تبقاو متبعين الجديد اللي كندير لنا في يوتيوب. ما يكليش مثلا نوض في يوتيوب نقول لكم سريو هادي سريو هادي دابا في ستوري سهله في انستغرام فيت في هنايا في يوتيوب كنحاولوا نديروا شي حاجه اللي فيها الوقت قيمه اكثر ايتترا. دونك انتم تعلمتوا كلشي بالنسبه لهادو انتم تدخلوا شوفوا الجرافيك ديالهم فين واصلين كلشي انفيستيو فيهم الا بغيتوا انتم القرار تيرجع لكم ان شاء الله على ما ننتظروا نرجعوا للفيديوهات جداد. المهم حضروا معكم هادوك هاد عفاكم ما حنا شفنا الماتيك راه مزيانه حتى هي تدخلوا ليها. حضروا معكم هاد لو ان اس حتى هي راه فريمون زوينه بزاف وفيها ما يدار اوكي. نشوفوا هاد البيت هادي اوكي نشوفوا فيت فين نوريكم البارح فين دخلنا. البارح اسيادنا دخلنا هنايا
دخلنا في جوج 90 اكزاكتومون في هذه البلاصه هذه هنايا ودارها الطلعه هذه كامله تقريبا. دونك دابا حد الان راه زادت بشي 12 سنتيم اوكي تقريبا شي 12 سنتيم. دونك الحمد لله حنا غاديين مزيان جيسبر فريمون بزاف هاد الدخله اللي غندخلوها كاملين تكون فيها شي حركه مفيده للجميع. وصلنا لنهايه ديال الفيديو نتمنى تكونوا استفدتوا معايا وتعلمتوا معايا شي حاجه جديده. سيوي لايكيو بارطاجيو شجعوني كومونتيو الا كان عندكم شي سؤال اي حاجه شي حاجه بغيتي نهضروا عليها من بعد انا موجود. هادشي هذا راه كان سؤال من الاسئله ديالكم في انستغرام ونطرت عليه فيديو الفيديو الماجيه. تسناو داك الحل الرائع اللي غادي يفك لكم بزاف المشاكل. انا نطلب منكم هو تشكروني غير بلي لايك وغير بلي بارطاج وتابونا في انستغرام تابونا في لاباج تيليجرام وصافي ونتشوفوا الفيديو الجايه. تشاو.